كنزاري زرفات زرفات العقبي 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 اول حاجه كنبغي نشكر اللعابه على القتاليه ديالهم. كانوا اليوم رجال الحمد لله، تمكنا اليوم ناخذ انتصار ديالنا في اول مقابله ديالنا باش نفرحوا الجمهور ديال قنيطره. الحمد لله النتيجه جات عن اداء مجموعه، الحمد لله طبقنا داك الكونسي اللي عطانا الكوتش. ملي كتطبق داكشي الحمد لله كتعطي النتيجه كتعطي الثمار ديالها. الحمد لله من الاول ديال السيزون الاجواء كانت غاده في تفاؤل، والحمد لله قدينا نجريو الماتش ديالنا. واخا كنا في بريمير ميطا خاسرين بواحد الزيرو، تمكنا باش نرجعوا المقابله لصالح ديالنا وجريناهم في الريتم ديالنا. ومره اخرى كنبغي نشكر الطاقم الطبي والطاقم التقني والمكتب على الظروف اللي كيحضروا لنا، وكنبغي نشكر اللعابه حتى على القتاليه ديالهم. كثير اشرف شفنا في لقطه الاحتفال ديال الهدف الثالث توجهته للجماهير المكشوفه كانها اشاره للجماهير، شنو هي ديك الرساله اللي وجهته للجماهير؟ طبيعه الحال بانك كتلعب بلا جماهير ديالك راه كيكون عليك واحد بحال اللي كتقول تفتقد واحد اللاعب 12 ديالك، فهمتيني؟ ان شاء الله كنتمنوا من السلطات يفتحوا الباب للجماهير العريقه، لان حشومه فريق كنادي قنيطره يبقى في الهواش والجماهير ديالو الكبيره حشومه ما تكونش كتساندو. احنا عارفينهم بانهم واخا ما معناش التيران معنا بقلوبهم معنا برا التيران. تنتمنى ان شاء الله كما قلت لك نتمنى من السلطات يفتحوا البيبان للجماهير القنيطريه باش نحققوا المبتغى ديالنا هذا الموسم هذاك. الشعور ديالنا ما نكونوا الا فخورين بالاداء اللي اداوا اللاعبين على ارضيه الملعب. صحيح لونطام دي ماتش في البدايه كنا شويه ما دخلناش في الماتش، وهذا بوتيت راجع شويه باقا ما كايناش لا فريشور اللي كنتسناوها باسكو سي لو برومي ماتش. مي لي جوار ايزون ريبوندي بريزون وبقاو يعني صابرين ومؤمنين في الامكانيات ديالهم. كانت مقابله صعبه خاصه اننا واجهنا واحد من الفرق اللي في الاربع المواسم الاخيره دائما كيلعب في الصفوف الاماميه، وتا لي جوار كانوا شويه ان بو ستريسي، الشيء اللي خلاهم كانوا كيضيعوا الكثير من الكرات في لو ديبي دو ماتش. مي افيك لو طون دخلوا في المقابله وكما قلنا بقاو مامنين بالقدرات ديالهم الامكانيات ديالهم بلو جو اللي حاولنا اننا نطبعوا به الفريق اللي كيعتمد على الاستحواذ والضغط على الخصم ليسترجع الكره. وكنظن ان في المجمل كانت مقابله جميله من الطرفين، وعرفت الانتصار ديال الفريق الاقوى اللي كنا لان استطعنا اننا نخلقوا الكثير من الفرص وترجمنا منها ثلاثه وتعطينا ثلاثه النقاط. فوز من الناحيه الذهنيه والنفسيه غيعطينا حافز كبير، غيعطي اللاعبين ثقه وغيخلينا اننا نواصلوا مستقبل المقابلات يعني بثقه وباريحيه ان شاء الله. وبصريح العباره الجمهور كيتعتبر هو السند ديال الكاك. كنتمناو ان في مستقبل الدورات ان شاء الله السلطات والناس المسؤولين على المدينه يلقاو لنا شي حل باش يرافقنا الجمهور ديالنا في الملعب، والفرحه كتكون ناقصه اكيد، ولكن حنا دائما كنستحضروا الجماهير ديالنا وكنحثوا اللاعبين على اساس انهم يبذلوا مجهود ويكون مجهود ذكي وحاولوا انهم يساعدوا حتى الجماهير ديالنا ان شاء الله. شكرا. الحمد لله كنادي هذا الفوز للجماهير اللي غابت علينا في هذه المقابله، كنتمناو الجماهير ترجع تساندنا ابتداء من المقابله الجايه. حنا دابا بصدد البحث عن حلول، سواء ترخيص نشدوا الترخيص ديال السلطات باش نستقبلوا في الملعب البلدي بالجمهور، سواء نقلبوا على ملعب اخر. حنا بصدد البحث عن حلول، كما كنشوفوا الفرق الاخرى المنافسه لنا راه كتستقبل بالجمهور، والدليل ان الملاعب كامله كانت ممتلئه بالجماهير ديال الفرق ديالها. كنهديو الفوز هذا لكاع الجماهير القنيطريه، وهذا هي الخطوه الاولى ان شاء الله هذا الموسم هذا. وتحيه للاعبين اللي قدموا اداء كبير اليوم، تحيه للطاقم التقني، تحيه للطاقم الاداري الساهر على الفرقه. الحمد لله كان عناء كبير هذا الاسبوع هذا، الحمد لله توفقنا اننا ناهلوا جميع اللاعبين المستخدمين.
وهذا ما كانش مسهل كما كنعرفوا كانوا بزاف ديال النزاعات ديال اللاعبين ديال السنوات المواسم السابقه. توفقنا دابا في غياب الدعم في هذه المدينه في غياب الدعم من 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 رجالات المدينه ورجال الاعمال. هذا نداء للجميع ان الجميع يلتف حول هذه الفرقه، الجميع يلتف. المكتب بوحدو راه ما غاديش يقدر يسير الموسم وحيدا، ولكن الى كان التفاف بحال اللي كان في هذه المقابله ان شاء الله نوصلوا كاملين للهدف المنشود من طرف الجماهير. Go! 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 Go!